استيقظت جزيرة لابالما الأسبانية اليوم على كارثة طبيعية من النوع الثقيل، وهي بوركانو ينساب من أعلى جبل تودوك إسبانيا في اتجاه البحر. هذه المشاهد التي أمامنا تروي قصة بوركانو الثائر من أعلى جبل تودوك في اتجاه البحر بجزيرة لابالما الإسبانية، حيث اعتبره العديد من الناس أنه تسونامي، ولكن هذه المرة من الحمم البركانية. لقد كاميرات العديد من المشاهد التي ينساب فيها البركان كومريفيخيا في جزيرة لابالما الأسبانية من أعلى الجبل في اتجاه البحر، ويأكل اليابس والأخضر في طريقه.